الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لدعم الفن والإبداع. التقينا إذن. الذين قالوا وحدها الجبال لا تلتقي أخطأوا، والذين بنوا بينها جسورا لتتصافح دون أن تنحني أو تتنازل عن شموخها لا يفهمون شيئا. في الجبال لا تلتقي إلا في الزلازل والهزات الأرضية الكبرى. نشيد الطبعة الثامنة لبرنامج ألحان وشباب، رحبوا بكم مشاهدين الكرام، حضورنا الكريم بالبرايم الثالث. الموعد كامل تعودتوا عليه كل أسبوع على قنوات التلفزيون الجزائري، باش نسمعوكم أحلى الأصوات اللي راح يقدوا لكم أجمل الأغاني الجزائرية العربية والغربية مع الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أمين دهان. وبعد ما خرج من المسابقة في الأسبوع الماضي كل من أحلام وشمسو في البرايم السابق طبعا ودعناهم، في نهاية هذا البرايم راح يخرجوا صوتين من بين
مليك، شيماء، عماد وياسين. المسابقة في هذا البرنامج كامل واللي تتعرفوا قوانينها، صوت راح تقوم بإنقاذه لجنة التحكيم اللي هي الفنانة ندى ريحان، مساء الخير عليك. الفنانة كريمة نايت، بونسوار. والفنان حكيم صالحي، مساء الخير عليك. وصوت راح تنقذوه انتو مشاهدينا بتصويتكم عبر الاس ام اس على رقم 66025. متتبعي ومحبي برنامج ألحان وشباب، للتصويت على مترشحكم المفضل ضمن منافسة الطبعة الثامنة، ما عليكم إلا بالتصويت، وذلك بإرسال رقم مترشحكم المفضل عبر الأسماس على الرقم 66025. المترشح رقم 1 مليك، المترشح رقم 2 شيمة، المترشح رقم 3 عماد، والمترشح رقم 4 ياسمين. ألحان وشباب، الطريق إلى النجاح. Emancipate yourself from mental slavery. Now unto ourselves can free our mind. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand inside and look? Some say it's just a part of it. We have to fulfill the book. كما الخطر اللي فاتت عاونتونا بشوية لي SMS، هالخطر نحتاجو شوية أكثر باش pourquoi pas grâce à vous نكملو مشوار في ليكول. Voilà, donc votez numéro 1. سلامات القلب. Please don't cry, we both know I'm not what you need. And I will always love you, I will always love you. Salam tout le monde. Malheureusement راني نوميني، اذا راكم شايفيني اني نستاهل اني نقعد في هذه الكومبيتيسيون، جيمري بيان تفوتيو عليا. مون نيميرو سي 2. اصعب كلمه بفكر فيها هي الكلمه اللي قلتيها، كيف قدرتي ما تخبيها بعيونك الحلوين؟ لك كيف قدرتي تقسي علي وتقولي لي ما تفيق؟ آخر كلمة بقلك هي شو بيشبهك تشيرين؟ جات الوعرة وراني نوميني. قالي فان، قالي يبغوني، لي يحبوني، لي يشتيوني، لي يكرهوني، لي ما يحبونيش، خلاص فوطيو لي على النيميرو 3 بالكم تنساو رقم 3. سلام. قولي ويو يا صيتي وسلام، واسمتي والسخان، ما فيش في ذي ثرجي ذي ثرقيث تتمنيت غسمة صغرات نسلم، اسمي روح تتوالي تذي لمنام فهدر ذا سواف ثروان، ما فيش في ذي ثني ذي ثرو ذي ثرجي ميقرف ندام في اللام. سمني كيني مالوغوزمون فار بارمي لي 4 نوميني،
أبيني غا الحبابي وإي لافامينو يكو قدي يسنن تخلا في اللون أكا تبطيم في اللي كدو غا لغار ثمزيزلت الحن وشباب ماذا قلت ولم بليك جو ميريت دونك تخلا في اللون أكا تبطيم في اللي في النميرو 4 رقم 1 مليك رقم 2 شيماء رقم 3 عماد ورقم 4 ياسمين أربع مترشحين في دائرة الخطر يختارهم أساتذة المدرسة حسب قوانين المسابقة وقوانين المدرسة والآن نرحب بمدير المدرسة مختار بوجليدة والأساتذة اللي راهم حاضرين معنا مساء الخير عليكم سؤالي هذا كان موجه للأستاذ بالفروني تفضل أستاذ وش بالسؤال؟ طبعا قلت انه الطلبة اللي تختاروهم النومينيز اللي تختاروهم يكون حسب قوانين المسابقة وقوانين المدرسة كما يعرفوا يعني عادة احنا في المدرسة لازم نختاروا أربعة طلاب اللي يجوا للبرايم وزوج منهم يروحوا وزوج يرجعوا لا نوميناسيون هذه عندها مقاييس وهذه المقاييس عالمية يعني كما في الكاستينغ نفس الشيء المقاييس هي صحة الصوت يعني لا جوستيس تاع لا فوا عندنا لانتربريتاسيون هي الأداء وعندنا الإحساس ولا اللي نقولوا ليموسيون هذا لما تكون الأمور يعني عادية لما يعني يصعب لنا الاختيار حنا في المدرسة يصعب الاختيار لأن الطلبة كامل يغنوا كيف كيف يغنوا كامل مليح تدخل فيها مقاييس واحدة أخرى ما هي هذه المقاييس ومن بعد تدخل فيها المقاييس اللي تاع المدرسة يعني الحضور للدروس تدخل فيها السلوك تدخل فيها التعايش لا كوابيتاسيون مع الطلبة تدخل فيها الأمور هذه مثلا نعطيك مثل تاع لا نوميناسيون تاع عماد كيفاه إلي نوميني باسكو ما يدخلش ما يجيش للدروس دائما وفنيان يحب يرقد على هذه اللي نومينينا هو يغني مليح ولكن تنومينا على الشيء هذا وانا نقول حاجه يعني الفن والتفنيين ما يتلاقاوش الفنان دائما ناشط دائما فهمتي هذا هو شكرا استاذ شكرا وحنا نتمنى التوفيق للمترشحين للبقاء او للخروج اذا مشاهدينا رساله واحده منكم تقدر تنقذ الصوت اللي تحبه وتخليه يكمل المسابقه وينطلق الى عالم النجوميه كما ضيفتنا لليوم نجمه رسمت لنفسها طريق وستيل خاص بها هي فنانة طلقت أول ألبوماتها في عام 2013 وشاركت في محافل وطنية ودولية كفرنسا إسبانيا كندا والولايات المتحدة الأمريكية وقبل 10 سنوات كانت على هذا المسرح اللي راح تغني فيه اليوم مع نور هدى وياسمين نرحبوا بضيفة اليوم أمل زان
شكرا لنجمة السهرة أمل زان اللي راح نرجع نتلاقاو بك في ختام هذه السهرة. شكرا. والآن يبقوا معايا نور الهدى وياسمين باش نتعرفوا على تقييم لجنة التحكيم. الفنانة ندى الريحان، قبل ما تقولينا رأيك في الثنائي، خبرينا يعني النصيحة اللي راكي حابة تقدميها للطلبة باش يستغلوا وجودهم في هذه المدرسة، لأنه أنا بالنسبة لي نعتبرها فرصة ذهبية. هذه مدرسة صانعة للنجوم مثلك ومثل أمل زان والكثير، وطبعا حتى أنا تخرجت من هذه المدرسة. تفضلي ندى. بسم الله الرحمن الرحيم. نحيي كل الجمهور الجزائري اللي قاعد يتابع فينا، نقول لهم إن شاء الله كل عام بخير، ونحيي الجمهور اللي معنا في القاعة، نقول لهم أعطونا تحية لهذه الفنانتين رائعتين. أكيد كما قال الأستاذ محمد بالفروني اللي هو أستاذي كذلك، أنه مدرسة ألحان وشباب مش فقط أنه واحد عنده صوت يجي يغني وفقط، يعني يتكل على الصوت، الصوت وحده ما يكفيش، لازم الانضباط، لازم خصوصا المواعيد اللي تكون في وقتها، وقت العمل، وقت تمرينات الصوتية، كثير من الأشياء، احترام الأساتذة والمثابرة، لأنه الهدف الأساسي الطلبة باش يدخلوا للمدرسة هو أنهم باش يتعلموا، وأنهم لازم يستغلوا هذه الفرصة، لأنهم يمكن مش حتتقدم لهم في مرات الجاية. أكيد نتمنى أنهم يستغلوها باش يتعلموا المقامات، يتعلموا كيفاش يستعملوا الأصوات تاعهم، الطبقات الصوتية، يعني عندهم حظ ولازم يستغلوه، وهذا مكان، وربي يوفقهم إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لنور الهدى وياسمين، شكرا ندى على هذا الكلام الجميل صراحة، يعني حبيت نرجع نشارك معهم من جديد. أكيد. وبداية قوية للبرايم الثالث طبعا، وما زلنا متواصلين معاكم، وسوا راح نسمع أغنية سوا لمايا دياب ورامي عياش بصوت شيماء ومختار. بالكون غيرك ما إلي، حبك أنا أنت حبيبي اللي معه بيوجعني يلي بيوجعه، يا طيور يا ناس اسمعوا، حبك أنا مدام الشمس بتشرق أنت ومعي ما بتفرق، كل العذاب بيمرق المهم بيدوب، المهم نبقى سوا مدام الشمس بتشرق، انت ومعي ما بتفرق، كل العذاب بيمرق المهم نحنا سوا، هيدا قدر مكتوب ما قلنا منه هروب، بكرة التلج بيدوب المهم اكبر انا وياك، عايش العمر حدي، لحظة ما يبقى بلاكي ولا انحر منك، اكبر انا وياك، عايش العمر حدك، لحظة ما يبقى بلاك ولا انحر، بعيوني غفيك شوف حالي فيك، انت ومعي ما بتفرق، كل
you, I can't be without you. We are, and we are. شكرا شيماء ومختار. والنغمة الشرقية حاضرة بصوت شيماء ومختار في هذا البرايم. وساوى نروح نتعرفوا على رأي الفنانة كريمة نايت. تفضلي. شكرا سهيلة. نحبكم أنا اليوم فريمون. نحبكم أنا شيماء ومختار بصراحة. جيدي كيفاش يقولوا أشعرت بصراحة كي بديت مختار وبعدين كملت هي زادتها شيماء. اليوم راكي نوميني صح شيماء، مي راكي جيتي بطاقة وجيتي بتركيز إحساس عالي طبعا، وأداء كما راكم في زوج انتربريتاسيون ايتي اكسيلونت بالنسبة لي، وقلتي راني موجودة اليوم فهمتي. دونك نتمنى لك التوفيق إن شاء الله ومختار سوبر. شكرا لكريمة نايت وشكرا لمختار وشيماء. نذكركم مشاهدينا انه شيماء محتاجه لتصويتكم كما راه محتاجه كل من مالك ياسمين وعماد. واصلوا تصويتكم بالاس ام اس على رقم 66025. متتبعي ومحبي برنامج الحان وشباب، للتصويت على مترشحكم المفضل ضمن منافسة الطبعة الثامنة ما عليكم إلا بالتصويت، وذلك بإرسال رقم مترشحكم المفضل عبر الأس أم أس على الرقم 66025. المترشح رقم 1 مليك. المترشح رقم 2 شيماء. المترشح رقم 3 عماد. والمترشح رقم 4 ياسمين. الحان وشباب، الطريق الى النجاح. اليوم مالوروزمون جون كوريت نوميني على الشيء راني اليوم نوجه لكم نداء كما الخطا اللي فاتت عاونتونا بشويه لي اس ام اس، هالخطر نحتاجوا شويه اكثر باش بوركوا با غراس افو نكملوا المشوار في ليكول. فوالا دونك فوتي نيميرو 1. سلامة القلب. سلام tout le monde. Malheureusement راني نوميني، اذا راكم شايفين اني نستاهل اني نقعد في هذه الكومبيتيسيون جيمري بيان تفوتيو عليا. مون نيميرو سي 2. جات لي واعره راني نوميني وكاع لي فان كاع لي يبغوني لي يحبوني لي يشتيوني لي يكرهوني لي ما يحبونيش خلاص فوتيو لي على النيميرو 3 بالكم تنساو رقم 3. سلام. هزو الفلاون، مساء الخير عليكم. دونك سماني كيني مالوغوزمون فاغ باغمي لي كاتر نوميني. اذيني غا الحبابي و لا فامي نو يا كو غاديسنا انا ما سور يوتيوب اما سور فيسبوك اما يا كو لي ريزو سوسيو. تخلا فلاون اك تفوتي مفلي كدوغا لغار تمزيزلت الحان وشباب. ماذا قلت ولم بليك جو ميريت. دونك تخلف لونا كتفاطم في ليا في النيميرو 4. البرايم الثالث لألحان وشباب مشاهدينا مازال متواصل معاكم على قنوات التلفزيون الجزائري كما تصويتكم اللي راه مازال متواصل. ونروحوا الان نتوقفوا شويه ونتعرفوا على النتائج الجزئيه ونشوفوا الآن شكون اللي راهو في مقدمة الترتيب. نذكركم برقم الأس أم أس اللي هو 66025 وياسمين بنسبة 37.41. طبعا مشاهدينا لا حابين تغيروا النتيجة ما عليكم إلا أنكم تبعثوا رسالة نصية بصاحب الصوت اللي أنتم حابين نكمل على رقم 66025.
ذكركم مشاهدينا أنه شيماء عماد وياسمين لأول مرة في منطقة الخطر. أما بالنسبة لمليك راح عايش هذا التجربة للمرة الثانية عفوا على التوالي، اللي كان عاشها مع شمسو اللي راح يعود يتلاقى معاه على هذا المسرح، ولكن هذا المرة في أجواء من المرح والموسيقى باش يتغناو في ليلة الأميرة أغنية لفرقة فري كلان في ألحان شباب راح نسمعوها على التلفزيون الجزائري برعاية الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة مباشرة بعد الفاصل. واش بيلاتيست اليوم ولا في شي اندوماجي هو حصل مع لي زالبوم انت جاي تيلي شارجي كيفاش حبيت يكونوا لي دروا دوتور وانت بالموتور دروشرش حتى حاجه ما طراتي جيت تبيراتي تما تزيد تعطيه تبريزيلو قالا كارير كيفاش حبيتو يافونسي هو يولي لاريير صعيبه كي تجي الاخر تسرق خدمته وحده اخرى تقبل بيها وتقول تاعي وجاي بيها اليوم تفتخر صعب الليلة ولا الأميرة الأميرة لقينا ويا جيني في بالي في زين تصويرة الأميرة الأميرة صعب الليلة ولا الأميرة الأميرة لقينا ويا جيني في بالي في زين تصويرة الأميرة الأميرة صعب الليلة ولا الأميرة الأميرة لقينا ويا جيني في بالي في زين تصويرة الأميرة الأميرة صعب الليلة ولا الأميرة الأميرة لقينا ويا جيني في بالي في زين تصويرة الأميرة الأميرة ربي كريم هناني معك خلاني سحر نعيم حذاك بكل واني ربي كريم هناني معك خلاني سحر نعيم حذاك بكل واني أمين 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 يا رب العالمين أمين أمين آي أمين 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 يا رب العالمين صعب الليلة ولا الأميرة الأميرة لقينا ويا جيني في بالي في زين تصويرة الأميرة الأميرة صعب الليلة ولا الأميرة الأميرة لقينا ويا جيني في بالي في زين تصويرة الأميرة الأميرة ربي كريم في البحر عينك رساني كل محنين داني عندك خلاني هادو سنين بالزينة مصور قباني جيتي في الحين نسيتيني في الماضي أجي في الحين أجي في الحين أجي في الحين يا زهرة السنين أجي في الحين آي أجي في الحين أجي في الحين يا زهرة السنين في بالي في زين تصويرة الأميرة الأميرة صعب الليلة ولا الأميرة الأميرة لقينا ويا جيني في بالي في زين تصويرة الأميرة الأميرة ربي كريم أعطاني فيك معاني غني في الليل بلا بيك كنت نعاني قلت فيك طريقي نوري وزيد
شكرا شمس ومليك، وشكرا للفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أمين دهان. وطبعا كالعادة بعد كل أغنية ناخذ برأي لجنة التحكيم، والآن مع الفنان حكيم صالحي، تفضل. السلام عليكم، لكم تفرجوا فينا والحاضرين كامل معنا هنا وهنا. فوالا واش راح نقول؟ الوغ انت فهمني برك علاش ترقد بزاف. اما الاساتذه قالوا لنا بلي ترقد بزاف، اي سي با نورمال، ما بعتناكش للمدرسه باش ترقد. مش هو عماد اللي يرقد بزاف. المهم ماشي هو، بون بان طوميو ماشي انت، باسكو نعرفك شويه فنيان، مي بون ماشي انت طوميو. لا شونسون نعرفها عند شمس وفريكلان، اكي جو في ان بتي سالو، غنيتوها بيان. انا حسيت بيك دابور نتايا، تو ايتي سوريون جوايو، كنت مد واحد الانرجي هكاك، كون افي اونفي دو فوار، دونك شفناها فيك مي ما شفناهاش فيك. تا كنت شغل جابوك بالسيف ولا شغل مانيش عارف هكذا شغل، دونك يافي ان ديكالاج ما بيناتكم، واحد كان سوريون جوايو فرحان ومنا، والاخر كان هكذا. معليش شاكان افي ان ستيل ا لوي، شاكان افي. المهم غنيتوها في زوج تخي بيان، كل واحد ا سا مانيير بالتامبر تاعو، بيان كو في لي ميكرو انا ا مون نيفو لو تكنيسيان ماذا بيا لو كان يرد بالو شويه في لي ميكرو. كاين دي فوا وين ان ميكرو يكون قوي عندي هنا اي ان اوتر بريسك ما كانش، دونك ما نقدرش نمد راي فريمون 100%، سي جوست ان ديتاي تكنيك. المهم غنيتو بيان في زوج، دونك راكم شفتوها ديجا اترافير لا رياكسيون تاع البوبليك. دونك حنايا دونك حنايا لا في تاعنا اون جينيرال يل ريسومبل لا في تاع البوبليك وتاع الناس اللي يتفرج، سي نورمال ما راحش نكونوا عندنا ان افي كومبليتمون ديكالي، سي با بوسيبل. دونك يعطيكم الصحة، اكروشي فو، لا غلوار فو اتون. مليك يعني واش قال الحكيم العالم اللي انت راك تعيشنا فيها شافون، قلتها لك المره اللي فاتت في البرايم الثاني، تحسسني باللي راك دون اون بول. انا عارفه عندك احساس وعندك صوت، يعني صوت جميل، مي تو نو با ريستي يعني في كل اغنيه بنفس الغلقه هذيك، يعني تغلق على روحك. اون شونسون كيما هذه تاع فريكلان كو جو سالو انا كانا، يعني تهز ولي زارونجمون اللي داروهم كاع ملاح، وهو كان قدامك يبوجي، ماشي معناتها تو بوج. انا فهماتك باللي تو فو، مي تو با يعني توبلي تنسى روحك وتقعد في قالب غير وحدك. اوكي راك تأدي قدام جمهور الجزائري راهو في التلفازه، والجمهور راهو معانا قدام اللجنه، يعني ما تقدرش تمحي روحك مالك، يعني لازم تاخذ بالك من هذه النقطه. اوكي فنانه كريمه نايت، وشكرا الفنان حكيم صالحي، شكرا لكم انتوا الاثنين. نبقوا مع الأغاني الرومانسية الهادئة، ومن النغمة الجزائرية إلى النغمة الشرقية. عم بتعلق فيك للنجمة اللبنانية نانسي عجرم بصوت أحلام وعماد. بتعلق فيك شوي وعم حس بحني، ولا مرة حسيت بعمري اللي عشته أنا، اللي إنك حاسس فيه وشايف شو بيحكوا عيني، لما بتمرق حد وبرلف قدامك أنا. بتعلق فيك شوي وعم حس بحني، ولا مرة حسيت بعمر اللي عشته أنا، اللي إنك حاسس فيه وشاك شو بيحكوا عيني، لما بتمرق حد وبرجو قدامك أنا.
بيحكولي كل شوي بيسألوني شو تغير فيي وشو صار عنن عم بختفي شو بقلن عشقاني بقلن بعيونك غرقاني بقلن على قلبك هرباني تركني تخبى فيه انا عم بلش حبك انا لما بشوفك بتلبى يعطيكم الصحة أحلام وعماد. أحلام اللي كانت خرجت في البرايم السابق من المسابقة، وعماد اللي راه مهدد بالخروج في هذا البرايم. قدموا كل شيء عندهم اليوم، وهذا هو الهدف من مدرسة ألحان وشباب، أنها طلبة تبقى تكمل وتتعلم وتاخذ من خبرة الفن يعني والغناء في هذه المدرسة من غير مسابقة. وش رأيك ندى؟ أحلام، أول مرة فاتت عنا في الكاستينج دائما نقولها كل ما نشوفها تجيني واحد الابتسامة غريبة، نحب عينيها، نحب الطلة تاعها، اليوم محلاك وأحلام تاع صح. والله صراحة في البداية أكيد حسيتك ارتبكتي شوية في الدخلة تاع شانسون، راكي تسمعي النصائح تاع الأساتذة، وقفة كلاس، ان شاء الله ان شاء الله في الايام المقبله مازال يزيد يتحسن صوتك. يا ريت لو مره جايه نسمعك في تغني، وعلاش لا وحدك، باش يكون عندك طبقه صوت اعلى باش تزيدي تبيني القدرات تاعك، لانه دائما يحطوك مع راجل شويه تبقى تكون هابطه. سكر احلام، والله نتمنى لك كل النجاح صراحه. عماد هذا هو اللي يرقد بزاف، هذا هو اللي يرقد قرصاتك النحله تاع تسيتسي واقيلا. عماد ظني ما خابش فيه، اول مره فات عندنا في الكاستينج شفته تفائلت به صراحه، عنده احساس وقوه صوت ما شاء الله، ويعرف كيفاش يتمكن من انه باش يستعمل نبرات الصوت تاعو حتى ويبدل في المقامات، يعني حتى في الغناء يعرف كيفاش يدير لي تكنيك فوكال. لكن الرقاد علاش ترقد بزاف؟ ان شاء الله ان شاء الله معليش، وما الاساتذه حتى وزقاو عليك، هذه نصيحه عليك فقط، مش اون كونترير، هما يعني احنا ان شاء الله التلاميذ حتى ويزقيو عليهم الاساتذه مش معناتها هما باش يحفزوهم باش يخدموا، وحبا ليهم حبا فيكم انتو، لانه الفنان اكيد لازم يكون نشيط ويكون يخدم ولازم يكون متحمس، لانه المدرسه تجيك خطره في العمر، فانا نقول لك لازم تحاول انك يفو بروفيتي لو ماكسيموم. لكن صوتك رائع جدا، واحلام نتمنى لك ان شاء الله كل التوفيق، وان شاء الله المره الجايه نزيد نشوفك احلى واحلى ان شاء الله يا رب. شكرا ندى، شكرا لاحلام وعماد. نعود نولو إلى الأغاني الجزائرية، وهذه المرة مع الطابع القبائلي، باش نستمتعوا بأغنية إذا اللي كان للفنان تكفري ناس، راح يأديها كل من بلال وعاشور. عينك يا الدنيا ضاد خاسس قلي
عيني تسدني خرف ما فيش كي تسدون تذلع ومتعدين ذو سعال ولسايدين صنف نقصي دوني تسغفة للوقف يتحين في عمري وعشرين مزون يغني الصغفة للوقف يتحيري في عمري وعشرين مزون الاغلي عدان 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 والسن في ظلي كان حران مغورس العجلة ونبض المزي النوسة ننغبسة ونثني ديران ورنوكي عطا نوال نزوج نفرح نسعادي قردا نتبدين رقومي فورا غزلا نوال نزوج نفرح نسعادي قردا نتبدين رقومي فورا عدن 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 والسن في ظلي كان هاي حمل غدم كثير والسنني هاي صرد بغد كثير سيف ذان تكوي إذ كمل ذي متوكالي وانس مسقي الكاس يتذوي رفل بحير طيري دربو تلحشيش ذاندي سيل خوش وعالفان سيل خوش وعالفان لما نسوالي شطحة بالزيري اسمي سيل 25 ذي العمري اي منظر غزي غزل حبابي خص جان زجان فلان لجيوبي عندت حمايدة فضي انت يشي هاي تزين بين ميتاي مولاني فغدي ما ميدنا هون دي الاصلاحي سيغين كتن نحوزا تزمني ميثني دمك ثغثورة يصح يزري عدن 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 تنمر أطاس أطاس لبلال وعشور نقولوا تنمر صح؟ تنمر أطاس أطاس هذه الأجواء تعيشها فقط في ألحان شباب على التلفزيون الجزائري ونأخذ مباشرة برأي الفنانة كريمة نايت تفضلي شكرا راكم هولتوا الجمهور اوكي اوكي راكم هولتوا الجمهور بصح يا ريت الجمهور يخليني برك هكذا نهضر 2 مينوت وعاودوا هولوها كيما حبيتوا الوغ قوه في الصوت لانتربريتاسيون مانيفيك ان تري تري بو ديو بيناتكم كاين اون كومبليسيتي كاين اون كومبليسيتي شديتونا والاغنيه تاع الفنان تاكفاريناس واكيد انتم من محبين تاكفاريناس لانه اوريدي واحد فيكم في الكاستينج جانا بتاكفاريناس بالنسبه لعاشور انا نحب بزاف طريقه الاداء تاعك تخرج ان بو من نقولوا التقليدي شويه بلال نفس الشيء يعني كل واحد عنده الكاركتير ديالو وفي نفس الوقت اديتوها بانسجام مع بعض سيتي ان تري بو ديو كنتوا مع بعض لا جوستيس لانتربريتاسيون الاحساس عالي جو بو دي برافو شكرا كريمه نايت شكرا لبلال وعاشور سمعنا الكثير ولا يزال الكثير
ونتمنى أيضا أن تصويتكم يكون كثير. أبعثوا رقم صوتكم المفضل بالأس أم أس على رقم 66025. اليوم مالوروزمون جون كوريت نوميني على هادشي راني اليوم نوجه لكم نداء كيما الخطر اللي فاتت عاونتونا بشويه لي اس ام اس على الخطر نحتاجو شويه اكثر باش بوركوا با غراس افو نكملو مشوار في ليكول فوالا دونك فوتي نيميرو 1 سلامات القلب سلام تو الموند مالوروزمون راني نوميني اذا راكم شايفيني اني نستاهل اني نقعد في هاد الكومبيتيسيون J'aimerais bien te voter au Aliya. Mon numéro, c'est 2. T'es le Ouara. On a une nominée. Mon califant, calibroni, les habouni, les ch'tiouni, les carhoni, les mehabouni, ch'chlas. Votez au Aliya numéro 3. 3. Bela comme t'en sa, ou la comme talata. Salam. Hazoul Flaouen, c'est le khair alaikum. Donc, semaine est gagnée, malheureusement, frère, parmi les 4 nominés. أبينيغ الحبابي و لا فامينو يكو قديسنا نما سور يوتيوب أما سور فيسبوك أما يكو لي ريزو سوسيو تخلق في اللون أكا تبطيم في اللي أكا دوغا لغار تمزيزلت نالحان وشباب ماذا قلت ولا بليك جو ميريت دونك تخلق في اللون أكا تبطيم في اللي في النميرو 4 أربع أصوات في دائرة الخطر. صوت أنتم مشاهدينا ومحبي ومتتبعي برنامج ألحان وشباب راح تنقذوه بالأس أم أس. والصوت الثاني راح تنقذوه لجنة التحكيم اللي راهي حاضرة معنا. والصوتين للأسف راح يخرجوا من المنافسة لكن ما يغادروش المدرسة ويكملوا دراستهم. والآن نروحوا مع بعض نتعرفوا على النتائج الجزئية. شوفوا شكون راه متحصل على اعلى نتيجه لي ياسمين بنسبه 37.43 انتم مشاهدينا واصلوا سمعونا صوتكم عبر الاس ام اس واحنا نواصلوا نسمعوكم احلى اصوات لهذه الطبعه وهذه المره مع نسيمه وفلا في اغنيه تي سوغا لسيلين ديون في الحان وشباب عبر قنوات التلفزيون الجزائري برعايه الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاوره بعد الفاصل متتبعي ومحبي برنامج الحان وشباب للتصويت على مترشحكم المفضل ضمن منافسه الطبعه الثامنه ما عليكم الا بالتصويت وذلك بإرسال رقم ترشيحكم المفضل عبر الأس أم أس على الرقم 66025 المترشح رقم 1 مليك المترشح رقم 2 شيمة المترشح رقم 3 عماد والمترشح رقم 4 ياسمين الحان وشباب الطريق إلى النجاح في الدنيا على بالك راهي تمشي فيك من ودنك في الدنيا Jamais sûr
qui m'a guéri d'un sourire quand j'ai mal. Toi qui sais de m'aimer quand je suis, et m'éclaire et quand je te suis, j'irai où tu m'emmèneras. Fleuriront pour toi et tu trouveras toutes mes plaies sacrées, toutes mes perles nacrées que personne ne voit. Tu seras mon miroir quand les regards m'auront déçu. Faire semblant, je n'ai jamais su. Toi qui m'as وشكرا مرة ثانية للفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أمين دهان. والآن ناخذ رأي الفنان حكيم صالحي، تفضل. يعطيك الصحة. Alors c'est très bien البنات، يعطيكم الصحة. C'est bien joué. Bon vous étiez un peu trop livré à vous-même. يعني احنا قعدنا هكذا نستنى وقتاش تخلص الأغنية وخلاص. Pour l'octave li tlatih hatak sahha aussi pour l'octave li tlatih tlatih fi l'aigu n'est-ce pas. C'est une très très bonne intervention. D'ailleurs à un moment donné khoft parce que c'est quand même assez aigu. C'est grâce à Chirna bien sûr, à nos profs inchallah. Ah ben voilà. Donc Marloch qui قلت le bon prof forme de bons élèves. Ou ani lahat bli il y a une forte progression عندكم. C'est que سمعتوا كاع les conseils que les profs à chaque fois يعطوكم et que حنا aussi bon des fois كنوا شويه قبح معاكم mais bon ça reste juste des notes باش تبروغريسي وباش ديروا خير. Donc اني très très ému très content de voir كاع les différentes personnes les Jésus sur scène de leur progression notamment le passage تاعكم qui est magnifique. يعطيكم الصحه. شكرا للفنان حكيم صالحي وشكرا لنسيمة وفلة. رح نرجع مشاهدينا إلى أجواء الغناء على البرايم بعد ما نروح نشوف أجواء المدرسة خاصة ما ميز الأسبوع الثالث وين بدأت تتشكل صداقات داخل المدرسة في هذا الروبورتاج. Thank you.
ثالث أسبوع بمدرسة ألحان وشباب بدأت تتكون صداقات وعلاقات بين الطلبة، وظهرت كذلك روح المنافسة بيناتهم على اللقب. صداقة ظهرت ما بين أحلام، شيماء وشروق كأول فريق، ومن جهة واحدة أخرى نسيمة، ياسمين وفلا على الأقل ظهروا لنا فريقين اللي يتفاهموا. لكن لما نجي للمنافسة كل واحد عنده رأيه في اللي يرشحوا للبقاء. pour les nominés على le troisième prime كاين عندنا ميكو، عندنا شيماء، عندنا ياسمين وعندنا عماد. je vois que غادي عماد يكون في يبقى في المنافسه ما يخرجش هاد لا سيمين. بالنسبه ليا كامل لي كونديدا اللي راهم هنا كاع عندهم اصوات، وكاع ماذا بيا يرجعوا وكاع ماذا بيا يكملوا معنا المنافسه، ولكن هذه هي القوانين تاع ليكول. بالنسبه ليا الاقرب صوت زعما اللي يرجع رشح عماد، باسكو ديجا عماد صوت وكاريزما. هو على ياسمين. لا فامي تاع مي، ما فامي اللي يحبوني، ما فان اللي يحبوني واللي نحبهم فوتوا على ياسمين. نيميرو 4. روبورتاج حكينا على أجواء المدرسة الهاد الطبعة، والفنانة ندى الريحان راح تحكي لنا على أجواء ألحان وشباب لما كانت طالبة. تفضلي ندى. يا حسرة، فكرتيني في أيام طفولة. كان عندي 13 سنة، كنت مازالني ندرس في الثانوية، كانت ثانوية عمر راسم وقدمها الإذاعة قناة الثالثة. كانوا عملوا برنامج هذاك الوقت ألحان وشباب، لكن كانت تسمية أخرى هي أنغام ومواهب. وأول ما سمعت بالخبر هدرت مع الوالد تاعي اللي شوية رفض وقال لي ودي راستك. قلت إن شاء الله يا ربي يوفقني. المهم فكرتيني في ناس راحوا الله يرحمهم، أستاذ شيف قرطبي، أستاذ معطي باشي، أستاذ محمد بولي، فالله يرحمهم يا رب العالمين. الأستاذ الكبير اللي نعتز به، أول واحد وقفت معاه على المسرح، هو الأستاذ مختار بوجليدة اللي هو راهو اليوم مدير المدرسة. شرف شرف كبير لي أني اليوم راني في لجنة التحكيم وهو مدير المدرسة. يعني تشفال هالغنية اللي جيت بها كي كان عندي 13 سنة يا ابن الحلال، واللي عملت بها الكاستينج خويا عملني من حبابك. نغني مقطع منها. خويا عملني من حبابك، من حبابك لا تخيبني ولا تخيبني، سال عليا كيف ما تسال عليهم إلى آخره. يعني أنا شوية مريضة سامحوني. ذكريات جميلة جدا، ولكن بعد ما تخرجت أكيد لقيت عناية كبيرة منهم، من الأستاذ مختار بوجليدة، الأساتذة اللي توفوا الله يرحمهم. تعلمت منهم الصبر، تعلمت منهم أنه الفن هذا واحد ما يزربلوش لأنه حيعيش معك طول العمر. وش نقول لك، إن شاء الله يا ربي هذا الجيل هو جاي يأخذ بعين الاعتبار ويسمع النصائح اللي أكبر منه، لأنه أكيد أكيد ما جاوش من عدم وراح يلقاهم في المستقبل. ما يتسرعش فقط. شكرا ندى. ندى حكيت على ألحان وشباب تاع البارح، ونرجع إلى ألحان وشباب تاع اليوم اللي تواكب هذا الجيل خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، اللي هي موضوع الأغنية الموالية للفنان عبد الفتاح الجريني من كلمات مغربية ألحان هندية، راح تتغنى بأصوات جزائرية بصوت شروق وسمير. فولو في تويت نطاقك انا في فيسبوك، نجاوب احسن من جوجل. نعملتي فيا في مرايتي انا غير سايح، انت بحلالي غير ساهي، قبلتيني اه يا ويلي جلنتي فيا. انت مهما تكون لقفل انا
اللي عندي الحل مشاكل إلى صاروا أنا نشيل الحيران. أنت في قلبي الموبايل اللي عارفه من الناس غير اتصلوا بيا. مترا هيري جبرة هيري جبرة فانا هو جايا. مترا هيري جبرة هيري جبرة فانا هو جايا. في الحب بلا جرح قول هاتشي هذه صراحتي انا نغير دماغي طير الى سمعت شي هدرة. يا صاحبي هاي هاي وانا لي هاي هاي حتى جيراني قالولي وليت انسان مختل عقليا. مترا هيري جبرة هيري جبرة فانا هو جايا. مترا هيري جبرة هيري جبرة فانا هو جايا. كلك يا عمري زاهي فاهمين انا وانت بالواي فاي كل مرة. كل حدود نخطيها بسببك نعديها نغامر بحياتي انا ما نوقف بالمرة. كلمة منك نسمعها راها تأثر فيا. انت وحدك ليا انت في قلبي هدية. عينيك اللي شغلاني خلاوني داوني على والديا. مترا هيري جبرة هيري جبرة فانا هو جايا. مترا هيري جبرة هيري جبرة فانا هو جايا. شكرا لسمير. وشروق اللي نقذتها في البرايم السابق لجنة التحكيم، يا هل ترى كنت عند حسن ظن اللجنة؟ والآن رحوا ناخذوا رأي الفنانة ندى الريحان. شروق وسمير يعطيكم الصحة. عارفة أنه كان في سرعة في باش تحطوا الكلمات يعني منضبطه في مع الايقاع ماشي سهل. شروق شويه ما فهمتش جي با بيان كومبري لي بارول باسكو شويه مع الايقاع يمكن ولا لقيتش الكلمات ما فهمتش ما ركزتيش على الكلمات ركزتي على الايقاع وانك تمشي مع الاغنيه في الايقاع لكن ركزي على الكلمات. شروق نحبها بزاف خاطرش تاخذ الراي ومازالها صغيره واكيد راح تاخذ بعين الاعتبار الكلام اللي نقول لك. ركزي على الكلام خاطرش حسيتك راكي تزربي باش تنطقي وعباك الكلام كيفو تروح مع من الاغنيه خلاص ما تبقى لها حتى معنى يبقى غير الايقاع والموسيقى. سمير واش نقول لك يعطيك صحه. لكن مدابيه مره اخرى كي يكون عندك ديو مع شروق دائما وقف معاها وعلم لها كيفاش باش تحط الكلمات على الاغنيه حتى ولو كانت الاغنيه يعني شويه مزروبه خليها باش تكونسونتي لانه عارفه انك انت عندك تيافي ديجا لا سين غنيت ديجا في مسارح فعندك بلوس ديكسبيريونس. وانا الشيء اللي نحبه في الطلبه انهم متحدين مع بعضياتهم وهذا يوري هذا يعني الحب الكبير اللي بيناتكم اكيد راح يطلع بنتيجه جميله جدا. وانا بالنسبه لي راكم كامل دي ستار والله صراحة ديستغ بحنيتكم بطيبتكم وما حسيتش انه فيه تنافس بيناتهم يتساعدوا بيناتهم هذا هو الصح. فشروق يعني امانة في يديكم حاولوا انكم تعاونوها هذا ما كان. ميرسي شروق وانتبهي. شكرا لسمير وشروق. ونذكركم مشاهدينا انه كما لجنة التحكيم عندها الحق في اختيار صوت انتم كذلك مشاهدينا عندكم حق في اختيار صوت عبر الاس ام اس على رقم 66025. والان نروح نتعرفوا على النتائج الجزئيه. يا هل ترى ما زالت ياسمين في المقدمه ولا الجمهور غير النتيجه؟ ياسمين بنسبه 37.58 طلعت في الفاصل ما شاء الله. طبعا
كما راكم تشوفوا مشاهدينا المنافسه راهي زايده تشتد اكثر واكثر، وكل ما قربنا للنهايه كل ما احنا تحمسنا اكثر وخفنا اكثر. فما تبخلوش على الصوت اللي انتم حابينه يرجع ويكمل المنافسه باش كي تظهر النتائج نتائج ما تقولوش وعلاش. كما قالها الفنان كادر في واحدة من أجمل أغانيه اللي راح نسمعوها بصوت رحاب وبدرو في البرايم الثالث في ألحان وشباب برعاية الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، لكن بعد الفاصل. متتبعي ومحبي برنامج ألحان وشباب، للتصويت على مترشحكم المفضل ضمن منافسة الطبعة الثامنة ما عليكم إلا بالتصويت، وذلك بإرسال رقم مترشحكم المفضل عبر الأسماس على الرقم 66025. المترشح رقم 1 مليك. المترشح رقم 2 شيمة. المترشح رقم 3 عماد. والمترشح رقم 4 ياسمين. ألحان وشباب، الطريق إلى النجاح. التقينا إذن. الذين قالوا وحدها الجبال لا تلتقي أخطأوا، والذين بنوا بينها جسورا لتتصافح دون أن تنحني أو تتنازل عن شموخها لا يفهمون شيئا. في قلوبهم الجبال لا تلتقي إلا في الزلازل والهزات الأرضية الكبرى. ربي كي تخطيني غادي نموت، شفتيني نعيش صنفوت، كنت خلاص جبتيني على راسي. انا اللي بغيت انا اللي بغيت ياما ياما وشحال عيت صبر وشحال نسيتني، جبت الهواس انا يا راسي. انت يا قلبك وديتي رشوة علاش بتاخدي صوار حكا لعدوان علاش كاباب لديري نافور تقوان وعلاش يا عشق لي تسوفني فيك وعلاش كيف تسالني بيناتنا نقطعتو وعلاش اللي بغتك راك عذبتها جابلي ربي كي تخطيني غادي نموت، شفتيني نعيش صنفوت، قلت خلاص جبتيني على راسي. انا اللي بغيت انا اللي بغيت ياما ياما وشحال عيت صبره وشحال نسيت، جبت الهواس انا يا راسي. انا اللي بغيت يا ما يا ما وش على عيني
الهواس هذا راسي حوسي على الزبده وسكرين وعلاش اللي بيناتنا رضع الدكتور وعلاش بيناتنا وعلاش اللي بغيت كراك عذبتها قبلك ربي بكي تخطيني غادي نموت شفتيني نعشق صحفوت قلتي خلاص جبتيني على راسي انا اللي بغيت الطلبة تكون صعبة لما يغنوا أغنية حققت نجاح كبير بصوت صاحبها؟ أكيد أكيد تكون صعبة لأنه يبقى فيه ستريس و... بس المهم بالنسبة لي أن الفنان اللي راح يدير الانتربريتاسيون تاع واحد وخاصة تكون أغنية مشهورة أن يديرها بالشخصية دياله وهما داروها بالشخصية ديالهم يعني شفنا رحاب وبدرو اليوم بصراحة أداء هايل إحساس عميق الاثنين رانا نهضر مع الاثنين باسكو و لا تربريتاسيون كيما قلت الأداء كان قوي جدا رحاب حبيت نقول لك أنا نحبك بزاف نحب الصوت ديالك لا بروشين فوا كي تكوني في أون ديو مع كش واحد غلط ولا نسى ولا مهما حصل ما عندكش الحق أنك تهضري معاه سوغ سان هكذايا أون ديريكت وتقولي له الميكرو وتقولي له الصوت وخذها منها نو 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 هذا ما يحصلش كاع هذا ما كاع ما يحصلش اوكي يعني يتابعي واحد ما الجمهور ما على بالوش ما على بالوش دونك تي ما لازمش توري باللي كان حاجه حصلت اوكي رحاب فو فيغ اتونسيون وانت برافو عليك لان ما ارتبكتش سي تري بيان سوبر يعطيكم الصحه شكرا للفنانه كريمه نايت شكرا رحاب وبدرو وصلنا مشاهدينا إلى آخر ثنائي في هذه السهرة اللي سمعنا فيها أغاني جزائرية غربية وعربية ومن المحيط إلى الخليج وين راح نرحلوا بصوت إدريس وصلاح أغنية زمن الصمت لفنان الخليج طلال مداح صرختي تدبل في وادي لا صدى يوصل ولا باقي أني زمان الصمت يا عمر الحزن والشكوى يا خطوة ما غدت تقوى على الخطوة على هم السنين زمان الصمت يا عمر الحزن والشكوى يا خطوة ما غدت تقوى على الخطوة على هم السنين وانت رحل
صرختي تذبل في وادي لا صدى يوصل ولا كتبت اسمك على صوتي كتبته في جدار الوقت على لون السما الهاد على الوادي على موتي وميلادي على لون السما الهاد على الوادي على موتي وميلادي حبيبي لو ايادي الصم خدتني لو ملتني ليل حبيبي لو لو ملتني ليل حبيبي يا حبيبي حبيبي يا حبيبي كتبت اسمك على صوتي كتبته في جدار الوقت على لون السما الهادي على الوادي على موتي وميلادي على لون السما الهادي على الوادي على موتي وميلادي تحرمني حياتي لك أنا عمري انتظاري لك لا تحرمني حياتي لك وترحل شكرا لصلاح وأدريس وانا نشوف انه الشيء اللي يميز الصوت الجزائري انه يقدر يؤدي كل الطبوع العربيه والغربيه وحتى الخليجيه مثلك ندى الريحان صح اكيد هذا الشيء اللي يميز الفنان الجزائري وانا نفتخر نقولها انه يمكن الفنان الوحيد يمكن بالعالم اللي يغني الشرقي والغربي والخليجي واللبناني ويغني الجزائري اللي فيه الحوزي والشعبي والمالوف والملحون والاندلسي والقبيلي والشاوي والصيفي يعني والترقي ما نساوش الترقي تاعنا والصحراوي تاعنا يعني الفنان الجزائري يعني ربي يحفظه ما شاء الله عليه ادريس سمعتك في الحوزي سمعتك في الغناء الملتزم تاعنا التقليدي تاعنا اليوم سمعتك في الخليجي الأغنية للفنان الكبير الخليجي الله يرحمه طلال المداح وهو من الميزة تاعه هو البساطة في الأغاني تاعه الله يرحمه عجبني المقطع الاستخبار اللي عملته وعملت فيه خانة أندلسية تاعنا جزائرية وصعب جدا أنه باش يعني غير إذا كان واحد متمكن وهذه يعني يريد حتى في المستقبل لو كان يقدر يعملها أنه نعمله مزج بين الغناء الأندلسي والغناء الخليجي خصوصا فيما يخص الموال يعني الاستخبار يعطيك الصحة أول مرة تغني هذا اللون أول مرة روعة يعطيك الصحة والله العظيم صلاح دايما الإطلالة تاعو عنده إطلالة جميلة جدا واثق من نفسه واثق من صوته مع بعضياتهم حسيت أنه فيه انسجام وفيه كذلك تواضع بيناتهم مش ما جايينش يغنوا باش كل واحد يبين الطاقات الصوتية تاعو يعني هذا يغني خير من هذا متواضعين حتى في كي يكونوا يغنوا تحسي في تواضع هذا يرفض هذا هو الشيء اللي عجبني في هذه الطبعة هو الحب الكبير اللي شفته بين طلبة المدرسة ربي ينجحكم إن شاء الله يا ربي وإن شاء الله مازال أيام نزيد نسمعكم في أغاني أخرى وجميل جدا
يعطيكم الصحة. شكرا. شكرا لندى الريحان وأعضاء لجنة التحكيم اللي راح نرجع لها باش تنقذ الصوت اللي راهم من بين المرشحين للخروج. ونذكركم أنه الصوت فقط راح أنتم تنقذوا مشاهدينا بتصويتكم اللي توقف في هذه اللحظات للأسف. وراح نتعرفوا على النتائج النهائية بعد الإطلالة الثانية لنجمة هذه السهرة اللي راها ساكنة بال وقلوب كل محبيها. أمل زان في ألحان وشباب على قنوات التلفزيون الجزائري برعاية الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. فاصل ونواصل. لبالك راهي تمشي فيك من ودنك في الدنيا شكرا للنجمة أمل زان. مساء الخير عليك أمل، معك منورة اليوم ما شاء الله. الحمد لله، الحمد لله للمشاهدين ولكم اللجنة والفرقة أيضا.
ليك. أمل زان، أنت مثال حي لنجمة تخرجت من ألحان وشباب وقدرتي تفرضي روحك في الساحة الفنية بأغانيك الرائعة، خاصة أغنية يلي شاغل بالي، أنا نموت عليها صراحة يلي ساكن بالي. طبعا ما هي النصيحة اللي تقدميها للطلبة باش يستمروا ويعملوا مسيرة كما اللي عملتها؟ يعني الرسالة اللي نقدر نمدها اليوم يعني بكل تواضع في وجهة نظري أنه النجاح هو العمل ثم المثابرة، ثم كي يجي النجاح لازم تكون فيه أيضا استمرارية، والموسيقى كي تمدي لها تمدلك، ولا بخلتي عليها تبخل عليك، فهذا هو سر النجاح. نتمنى لك كل التوفيق، وإن شاء الله أنت تاني تواصلي وتقدمينا أغاني بصوتك الرائع. نشكرك على قدومك لهذا السهرة. من اللي ساكن بال أمل زان، اللي شاغل بال مليك شيماء عماد وياسمين، هي نتيجة التصويت طبعا اللي شاغلة بالهم، راح نتعرفوا عليها الآن مع بعض. اتفضلوا معايا الأربعة المرشحين للخروج أو للبقاء: مليك شيماء عماد وياسمين. شكون اللي نقضوا الجمهور؟ النتيجة ممكن تتغير في أي لحظة. بعد ما كانت ياسمين في المقدمة، هل ما زالت ولا تغيرت النتيجة؟ مليك أم شيماء أم عماد أم ياسمين؟ هذا إحساس يخوف بصراحة، أنا جربته من قبل وعارفة أنه شعوركم واحد ما راح يحس فيه غير اللي واقف في مكانكم. طبعا الجمهور صوت واختار بانتظار ظهور نتيجة التصويت على الشاشة. ذكركم برقم الأسماس اللي هو 66025. أنا متحمسة أكثر منكم باش نشوف النتيجة صراحة، خفت. مليك شيماء عماد ياسمين بنسبة 37.13%. ألف مبروك، ألف مبروك ياسمين. فضلي، واش تقولي لهم للي فوطوا عليك؟ جو نسوغي بو غوميرسي سي تنمير ثنون تنمير ثكو كذيك فوطان فلي. إن شاء الله هذه لي غالا أوتوغ كي جو نقدس جو با بو ديسيفوغ إن شاء الله. تنمير تنمير تاتاس تاتاس، فضلي معنا وألف مبروك ليكي. إلى لجنة التحكيم نشوفوها واش اختارت اليوم، وشكون اللي راهي حابه تعطيه فرصه ثانيه من بين مليك شيماء او عماد؟ قواعد المسابقه تقول هذا الشيء، انه لجنه التحكيم هي اللي لازم تختار الصوت الثاني. يا ترى من اعطت الفرصه؟ اكيد الطلبه ثلاثه اللي بقاو شيماء عماد ومليك. يعني هذه مدرسة، مش معناتها أنه كيت نومينا وزوج ويخرجوا معناتها يعني سيلافان، بالعكس راهم يبقوا في المدرسة ويزيدوا يتعلموا، لأنه هو الأساس كي لما يخرجوا من المدرسة كل واحد يشق طريقه، هنا اللي تبدأ البداية نحو النجاح. بعد ما تناقشت أنا وحكيم وأختي كريمة، الرأي هو اللي عماد. ألف مبروك عماد، مبروك عليك عماد. عماد احكي لنا وش هو شعورك بلا ما تضحكنا. اوكي بيفشلوا ما عرف شلت. شوف الجمهور، الجمهور كامل هاو داعمك وساندك، وش تقول؟ نشكر بزاف لجنة الحكم، نشكر بزاف الجمهور، نشكر لكم بزاف بزاف. توعدهم انه المرة الجاية ما تكونش كسول وترقد في الوقت وتنوض في الوقت صح؟ بربي ان شاء الله. ونشكر الأساتذة تاع المدرسة بزاف بزاف. ميرسي
شكرا، ألف مبروك ليك. وطبعا نذكروا شيماء ومالك أنه نهاية ما خلاصتش، يعني الدنيا ما خلاصتش وما زال تحتبقوا تتعلموا في المدرسة. وبهذا يكون الوقت بالنسبة لنا خلاص، لكن بالنسبة لكم ما زال متواصل باش تابعوا يوميات الطلبة عبر قنوات التلفزيون الجزائري وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الخاصة بالبرنامج. وقبل ما نختتم هذه السهرة راح نقدم تحية لكل أم عربية ونقول لماما على المباشر كل عام وأنت بألف خير، وكل عام الأم الجزائرية بألف خير والأم العربية بألف خير. غني لها أغنية ست الحبايب. ست الحبايب يا حبيبة يا أغلى من روحي ودمي، يا حنينة وكلك طيبة، يا ربي خليك يا أمي، يا ربي خليك يا أمي. يا ست الحبايب يا حبيبة وحبيبة. وما تنسوش أنه ألحن شباب الطريق إلى النجاح والنجومية، واللي جاي واعر واعر. الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لدعم الفن والإبداع.